المزمور الثاني. الابن المولود. لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالأباطيل؟ قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء جميعا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع ربطهما ونلقي عنا نيراهما. الساكن في السماء يضحك منهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه ويروعهم بسخطه. أنا أقمت منه ملكا على صهيون جبل قدسه، منذرا بشرعة الرب. الرب قال لي: أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأملكك جميع أقاصي الأرض. فترعاهم بعصا من حديد، وتسحقهم مثل وعاء من فخار. فالآن يا أيها الملوك تفهموا، ويا جميع قضاة الأرض تأدبوا. أعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة. إلزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق، لأن غضبه يتقد بسرعة. فطوبى للذين عليه يتوكلون أجمعين. آمين.